يشرب الولد من خمره بينسى أمه وينسى تمام أبوه وينسى أمه وينسى تمام أبوه ويخضى الولد على باب ستنا السيدة زينب يبعت له إشارة عشان تديره ياهو أصل السليم في العمل بسلك سادة سادة وهي السلوة واللي بيخلص في عمل وشي بحشد على الأعداد ويسبزوه وكل ليلة ساعة السحاري فأعلى الرتب بيرقوه من فيه وفيه هتلاقيه لقيه لقيه نعم نعم وانده على
الحسين والرئيس القدير ستنا السيدة زينب قريبة الدارين وانا الإمام ابن الإمام حبيب المنام سيدي علي أمانة يا أهل الوصال على يا للبيت يا ست السيد.